السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة وبرنامج بانوراما خليجي 25 من على شاشة قناة سمراء الفضائية. أحييكم من مدينة البصرة الفيحاء، مدينة الخير والبركة على جميع العراقيين أينما كانوا، التي تعتبر نبراسا لهذه البطولة العظيمة إن صح عليها التعبير، التي ربما ما لمسناه من ضيوفنا الأعزاء هم أخوة وأشقاء علينا في هذا البلد وفي هذه الأرض الطيبة. لا يسعنا إلا أن نقول هلا بكم وحياكم الله بين أهلكم وبين ناسكم وفي داركم أيضا. فدعوني أرحب بضيفين عزيزين في حلقة هذا اليوم من بانوراما، كل من صحفي البحريني، كنت أبحث عن البحرينيين من زمان حتى يشافوني أخوي عبد الله، العفو محمد بحر الصحفي البحريني، حياك الله أخوي، كل الهلا بك وشكرا، الله يحفظك. شكرا لك. أيضا معي من سلطنة عمان صحفي عبد الله والإعلامي عبد الله البلوشي، حياك الله. شنو علاقة البلوشي ابن عمك يصير لا 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 تخصك المعلق خليل خليل خليل, خليل, خليل عزيز وغالي وخير من يمثل اكيد يمثل في المحافل هو نجم لامع ولا تهونون حقيقه يعني. الله يخليك وانا ارحب بك اخوي ناصر وارحب كل الاخوه العراقيين، وانا سعيد حقيقه ان هذه الزياره الاولى لي للعراق، وعلى طول اجينا الى مدينه البصره، مشتى الخليج، مدينه السندباد، الفيحاء. يعني انا ما ابي اتكلم كثير عن البصره، ما ابي نسبق الاحداث وما ابي نحرق المحاور عليه، ولكن جدا مستانسين احنا في هذه الاجواء. يعني خليني ابدا معك مدام ان الميكروفون معك، بما انه انت اول مره تجي للبصره، شنو انطباعك اللي كان قبل لا تجي تسافر وانت تصعد الى الطائره حتى تتوجه الى مدينه البصره؟ شنو الاحساس اللي كان عندك؟ شنو كنت تتوقع؟ يعني خلينا نكون صريحين، احنا اعلاميين وزملاء نتكلم بأريحية يعني. والله تبى الصراحة ما توقعت البرد كذا عندكم. الجو بارد بارد بارد. ما شاء الله عندكم بارد. انا ما توقعت هذا البرد. انتوا عندكم رطوبة ها؟ والله رطوبة وحر يعني حتى في الشتاء احنا درجة الحرارة توصل يعني يا دوب ها بالليل 21 22. ما شاء الله. احنا وصلنا هنا 9. 9 8 درجة الحرارة، البرد ما شاء الله عندكم برد كبير، هذا أول شيء ما متوقع عنه وانصدمت منه. ثاني حاجة يمكن اللي اتفق عليها الأغلب، الأغلب اتفق عليها سواء اللي إجا واللي ما إجا، واللي إجا أكد على المعلومة. تمام. طيبة الشعب البصراوي اللي موجود هنا، حفاوة الاستقبال، شعب يعني احنا نسميهم شعب مرحباني، شعب يعني يرحب بيك في كل مكان. يا راجل يمر عليك في الشارع، يعني والله من ضمن الأسئلة اللي انا ما عرفت ارد عليها، تعرف احد الاشخاص احد البصراوية على شاطئ شط العرب كان يقول لي طيب، يقول لي طيب يعني انطيني سبب انت ليش ما ترد تجي وياني. الله والله يقول انطيني سبب انت ليش ما ترد تجي وياني، اعطيني سبب مقنع انك ما يخليك تجي عندنا وتروح ويانا للبيت ونقوم بواجبك. فانا ما عرفت والله وش ارد عليه، انا اقول له والله يعني عد صرت ان اتحجج بالعمل، اقول له والله ظروف العمل وظروف الشغل، ومش حجه يعني فعلا. انا في ذاك الوقت كنا قاعدين نصور تقرير على شط العرب مع احد القنوات، فهذه من ضمن الاشياء اللي احنا اساسا انصدمنا فيها. الشيء النقطه الثالثه، الملاعب اللي موجوده هنا ما شاء الله، يعني ملعب المدينه الاولمبي، ملعب الميناء عفوا الاولمبي، المدينه الرياضيه، استاد جذع النخلة، يعني ملاعب تحف على مستوى عالي جدا. تدخل وكانك في اجواء اوروبيه، يعني اللي حضر مباراه الافتتاح واللي وصل مباراه الافتتاح واللي قدر يوصل مباراه الافتتاح اللي قدر يوصل مباراه الافتتاح اجواء كانت اوروبيه، من حفل الافتتاح، من الجمهور اللي موجود، العراقي المتعطش لكرة القدم. بالفعل صحيح بالفعل. خليني أشوف الميكروفون مع أخوي محمد. والله يعني نفس السؤال أنا بدي أسألك، خليني أعرف لأنه أنت حقيقة في هذا البرنامج يعني البحريني الأول، خلينا نقول الله يسلمك، خليني أعرف طباعات البحرينيين عن هذه أخوي عبد الله كفى وفى. أعتقد أنا بعد زيارتي الأولى للعراق بصراحة يعني خجلانين من الكرم، الضيافة ويعني حفاوة الاستقبال العراقيين، الشعب العراقي تفاجأنا بهذا. هذه احنا عارفين ان الشعب العراقي شعب كريم ومضياف، لكن بهذه الدرجة صراحة ما شفناها في أي بلد في العالم ولا من أي شعب في العالم، يعني لدرجة ان وين ما نروح خليها علينا هذه خلاص هلقت مثل ما نقول تركيا صارت ترند، انت ماشي بالشارع وين ما تروح تركب سيارة اجرة قال لك خليها علينا، دخلت مطعم اكلت قال لك خليها علينا، حتى اللهجة تغيرت صح. اريد اشوف تأثرتم اللهجات تأثرنا جدا بالشعب العراقي، يعني لدرجة ان
عندي أصدقاء من البحرين وصلوا قبل يوم من مباراة حق الافتتاح حضروا الافتتاح وقالوا قالوا لو حصلنا سكن بنسكن ما حالفهم الحظ ما حصلوا فيوم ثاني مباراة البحرين قالوا بنرجع خلاص تعب وما شابه فالساعة 3 الفجر نايمين في مطعم من مطاعم قريبة من حوالين هذه المنطقة تمام وتعوا على الساعة 3 قالوا خلاص راح نمشي قرأ المطعم ما قال لهم قوموا ولا أبد قاموا من نفسهم طلعوا وخذوا تاكسي قالوا وين منفذ صفون طيب على الكويت على طول على الكويت اللي قال لهم الساعة 3 الفجر ورايحي عن منفذ يعني وباكر مباراة منتخب البحرين مع الإمارات يعني أنتم ما عندكم سكن والله ما وديكم الله فعلك سي أي قال له ما وديكم وديكم البيت نامون باكر مباراة منتخبكم ما ترجعون البحرين أي والله يقول لك ما وداهم المنفذ ما شاء الله وداهم للبيت رقدوا ارتاحوا ناموا وارتاحوا قعدوا الصبح الريوق جاهز الريوق جاهز الغداء جاهز خلصوا وصلهم للملعب شوف شلون الكرم الى وين يعني صحيح. هذا مثال من امثله كثيره لكن بصراحه خجلونا اهل البصره لا والله انت شوف يعني اقول انا دائما بالبرنامج كثير من الاخوه يعني من الخليج زملاء حضروا ضيوف في هذه الحلقات حقيقه هذا طبع العراقيين ترى على فكره صحيح يعني صحيح. مو بالضروره ان يعني شوف احنا في ما بيننا بغض النظر عن الصوره اللي رسمت بعد احداث 2003 عن العراق مختلفة تماما فيما بيننا صحيح. يعني تشوف احنا عندنا اواصر ما بين الطوائف صحيح. الاخرى صحيح. عندنا اواصر ما بين المناطق الاخرى صحيح. ابن محافظة البصرة تشوفه عايش في دهوك او في اربيل بالضبط. شمالين بالضبط. ايضا ابن اربيل تشوفه عايش في بغداد في محافظات اخرى طبيعة هذه العراقيين فعلا احنا نقول في كل مدينة يعني موجود الطيب العراقي ثق بالله واعتقد انه هذا الامر هو ليس رياء صحيح ثق بالله ان ما تشوفه انت اليوم تلتمسه في البصره موجود في كل محافظاتنا ايضا هو يعتبر عن طبيعه صحيح. وشكليه المجتمع العراقي هذا هو طبعه مو منه يعني ما تشوف انه خلاص على مود سمعه البلد مو بسمعه البلد هم هاي طبعه هذه مجتمع شبه قبائلي او قبلي خلينا نقول متجانس بشكل كبير او باخر مضياف مثل ما تفضلتوا ما عليكم زود حقيقة أنتم الخلاجة لو أنا عراقي رايح هناك أكيد راح نتعامل معي مثل ما نتعامل وياكم إحنا ما نريد نقول يعني اللي نتمنى إن شاء الله أكثر وأكثر إنه ما نقصر معكم أكيد ما هذا اللي هدفنا كل العراقيين اليوم أكيد اللي شوفهم أكيد يعني انتوا فعلا مثل ما يقولوا البصراوي انتوا عين غطى وعين فراش الله يبارك انتوا عين غطى الله يبارك خليني اقول لك على حاجه اخوي ناصر يعني الكرم احنا نعرف ان الكرم على عبر مر التاريخ ناس لهم كرم وللاسف الشديد في الفتره الاخيره يمكن بتلاحظ في بعض الاماكن خلينا نقول احنا ما راح نقول في العرب يمكن حتى في العالم البعض يعني يباهي ويبالغ في مسألة الكرم ومن باب المباهة ومن باب انه والله انا املك وانا املك فيدخل في مواقع التواصل الاجتماعي صح. على مسألة الكرم نعم. الشعب البصراوي يعني يعطيك كرم بالبساطة اللي هو عايشها كل من على قده والله وهذا اللي خجلك والله هذا اللي يخجلك يعني تكاد انت في نيتك تقول يعني انا يعني مثلا هذا الشخص اللي يجيك يعني انا قاعد اشوف يعني ايش عنده اللي مثلا بيعطيني ولكن عزة نفسك قاعد يصر قاعد يصرنا لا لازم تجي عندي لازم تاخذ كرامتك لازم ويقول لك انت قاعد تمن علي لما تجاني البيت انت قاعد تمن علي لهذه الدرجه احنا شفنا مقاطع كثيره انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن في القناه الاماراتيه الله يذكرهم بالخير قناه ابو ظبي حتى قطريه التقرير والقنوات الخليجيه للمراه البصراويه اللي قاعده يعني تكلم المواطن الاماراتي من خلف النافذه وبعدها تقدم له الصحن اللي فيه تمر يعني هذاك والله احد المقاطع يعني اللي هو مثال بسيط من امثله كثيره جدا انا يعني يمكن اذا بذكر امثله ايضا في موقع التواصل الاجتماعي انتشرت عشان ما بس اسب في الحديث واخذ محاور الحلقه على شكل سريع يعني احد احد الاصدقاء العمانيين كان واصل البصره وفعلا عبر المنفذ يعني دخل عن طريق البر جاي فهو جاي في الطريق احد الاشخاص البصراويه في سيارته قاعد يمشي معه فتزامنوا في الشارع وقاعد يشر عليه يقول له يعني بس وقف اريد اكلمك يعني وقف اريد اكلمك ما رضى يوقف هذا يقول احنا مستعجلين ونبي نلحق على وفي احد قاعد ينتظرنا في البصره كذا قالوا والله لو ما توقف ادعمك والله ادعمك لو ما توقف فشوف لاي درجه يعني الشعب يعني وبالامس احنا والله كنا هنا امام الفندق اثنين من البصراويه الله يذكرهم بالخير
يعني صريح النون كانوا ماسكين اثنين من الأخوة البحرينيين كانوا يتمشون وما راضين يروحوا عندهم، فإحنا مرينا من عندهم جاء علينا، لا جاء علينا والله ايه ايه الليل جاء علينا، قال البحرينية ما طايعين انت تجي معنا، قلنا يا اخوي انا رايح عندي شغل الحين والله. فلا يعني احنا والله مش من باب المبالغة ولا من باب ان ننقل للعالم انه ترى احنا قاعدين نبالغ في الصورة، والله ما قاعدين نبالغ. اذا احنا نبالغ تعالوا عيش هنا، عيش يوم واحدة بس، يوم واحدة امشي بس في الأرجاء البصراوية وشوف بعينك يعني، وعيش وعيش هذه الأجواء. فإحنا بمانا هذه من أكبر المكاسب اللي إحنا عشناها واللي تعرفنا عليها على الشعب البصراوي، واللي بس ما كنا بس مش سمعنا عشناه، فهذا الشيء يسعدنا ان شاء الله. يا رب نقدم لكم يا رب، ويا رب ان بس تصير الفرصه وتصير عندنا بطولات وتجوا عندنا نقدم لكم 1% من هذه الحفاوه. لا يا اخوي لا، بالعكس هذا واجبنا، الله يسعدك، وندري بيكم انتم ما تقصرون وانتم تستاهلون، يعني لو احنا مكانكم يمكن انتم تسوون اكثر من عندنا، الله يسعدك. فلذلك احنا يعني نشعر بخجل كيف نتعامل معاكم، كيف نضيفكم. في نفس الوقت يعني اعطيك انطباع عن الجمهور البصري او العراقي بشكل، هو خجول في نفس الوقت، يعني هو من يجي ويطلب من الضيف يقول له تعال عندي او استضيفك في بيتي او تتغدى او تتعشى عندي، يمكن هو ايضا يشعر بخجل، يعني ما يريد يضغط عليك اكثر، يخاف انه انت مثلا تضطر انه تجي على اعصابك يعني. فلذلك ايضا هذه مشكله اساسيه نواجهها. يعني كثير من يعني اصدقائنا واخونا العراق اخواننا العراقيين يعني او اهلي العراقيين فيقولون انه مرات نضغط عليهم بس نستحي، يعني نخجل نوقف عند حد انه نشوفهم هم مصرين انهم ما يجون ويانا، يتوقعون انتم اصلا تخجلون تجون او تتصورون انه انتم راح تزاحموننا وتتقولون لا لا لا، هذا الشيء ما موجود ابدا. ممكن العراق كانت عنده في مناسبات دينيه لما تشوفوها بالتلفزيون تشوف معقوله في العراق هالشكل، السفره ممدوده كبيره وطعام وكذا ويشوفك بشعر، هذه ايضا شيء طبيعي يعني حقيقه. احنا هدفنا الاساسي نقوم بالواجب، هدفنا الاساسي ننجح البطوله، تشوف الصغير والكبير والمسؤول كل متعاونين على هذا الامر، واللي يسعدنا اكثر هو انتم يعني ترحيبكم المستمر بينا، خلينا نقول هالشكل، ما نقول احنا نرحب بكم، انتم الفرحانين بينا واحنا فرحانين بكم. لا تصورون انها ليش فرحانين، خلينا نسمع هالقصه صغيره منك اخوي محمد. اي اسمعها مني اقولها. يعني احنا مرات كنا عند هذه العربات الموجوده، اي اللي يبيع احنا نسميه لبلبي او باقله، تسمون الباقله هذه الكوفي اللي هني. اي تمام، فقلنا بناخذ كوفي الشباب واحنا مارين في الشارع الحلو هذا شوكليتي. اي هذه في عندكم عندنا هناك انتم اكيد مو لا ماكو لا ماكو قهوه شوكليتيه، احنا مسجله باسم العراق. معقوله؟ والله انا ما اعرف يعني ناخذ هذه الشوكليتيه التركيه، يمكن المسميات العالميه المعروفه وطبعا لها نكهه خاصه. وسامحني محمد والله إن لك يمكن خاصة تختلف اختلاف بسيط، ولكن صح. القهوة الشوكليتية هي اسم براند خاص عراقي، احنا يمكن عندنا الكابتشينو والى اخره اللي ممكوسة بالشوكليت هذا، لكن لا القهوة الشوكليتية احنا عرفناها عراقية. خلي نشوف بعدين ارجع لك. يعني حلو اقول لك، اخذنا طلبنا ولا شافونا اثنين من الجيش الله يحفظهم الحراسة، الله يحفظهم ان شاء الله. اي فشافونا بحرينيين وصل الاول، انا ادفع عنكم. حول من ال خلصنا من الاول احنا الثاني لا انا ادفع، تهاوشوا مع بعض. انا ادفع، قال يا اولاد الحلال، قالوا لا انا، تهاوشوا مع بعض شوي ولا واحد مار راح ادفع الفلوس من يلي. لا واحد مار ونزل وياهم بعد تهاوش ثلاثه بندفع الحساب الحين شو نسوي يا راجل اتهاوش لا تهاوش اي فيعني كرم على فكره شوف انطيك موقف حقيقه راح ارجع لك اخوي عبد الله. احنا في ذكر في سنه من السنوات كنا في عمان 2000 يمكن 2004 2005 شوف يعني كنا شباب صغار بعدنا وكذا. فاحنا عاداتنا لما نصعد بالباص اللي هو الكوستر او انتم ما اعرف الباصات يعني هذا هو الكوستر، فبينا طبع انه اللي يقعد قدام يدفع الكروه عن الاخرين. فاعتقد كان شلن يعني 50 فلس اردني، فقاعد انا قدام عندنا لا استغفر الله واحد من اصدقائنا قاعد قدام واحنا قاعدين ورا وانا صاير بالنص، فهو لما يعطي الاجره للسائق فقام من يمه قال لهم شباب ترى كروتكم واصله، احنا هذا عندنا طبيعه بالعراق كروتكم واصله ما تدفع، لا ما يصير ما شنو، فالقاعدين فلسطينيين واردنيين شنو كروتكم واصله، واحد يقول على الثاني شنو تحكون انتم، قال يعني سائق شنو يعني كروتكم واصله، سائق اصلا تفاجئ يعني شنو كان، يعني كان اول اختلاط العراقيين بعمان بهذا الشكل. فقال له خلاص هاي كروتكم ما ليش تدفعها انت، هم يدفعون، قال له لا حبيبي احنا هاي عندنا طبيعه يعني.
فهاي طبيعه. قلت لك من اقول لك طبيعه يعني. في ايام الحرب ايضا كنا في فتره من الفترات احنا كنا طالعين من البصره رايحين راجعين من احدى المحافظات راجعين للبصره يعني بعد انتهت ثق يعني. كان والدي الله يرحمه خالين اشياء حاجياتنا على سيارتنا. اتذكر كانت سيارتنا ماليبو كانت بالثمانينات 83 زين. فمن نفوت باي محافظه من السيطره الى ما حد يخلينا ننزل يعني لو يجيبونا الاكل لو ينزلونا في بيوتهم حتى واحنا عراقيين منهم بي. فكيف بالضيف كيف اللي يجيك اول مره جايك يعني. فهذا شيء طبيعي. انا حب وصلت الرساله انه فعلا لو نقول امثله من يوم الى باكر ما نخلص بالفعل. جانا واحد قال لنا بناخذ بنروح منطقه بعيده بنصور فما ندلها وقلنا نبغي شخص يكون مرافق معنا. فجانا هاي الشخص العراقي الله يحفظه اسمه طيف. اخذنا ودانا الى الشط بس منطقه بعيده اعتقد اسمها الحوطه وما شاء الله. ايه. رحنا انزين انا اعرفه ولا هو يعرفنا. وصلنا طبعا ما قصروا الجماعه هنا تصورنا واكلونا المسقوف اول مره ناكل المسقوف. ما شاء الله. الله حلو. اي الله يديم النعمه. فرجعنا اللي يقول شنو برنامجكم اليوم؟ قلنا والله برنامج نروح يعني نشوف الكورنيش الشاط شيء. اللي يقول انا اوصلكم هذه الحلاوه ناخذ تاكسي. قال لا انا اوصلكم. قبل لا يصير وقت قال 6:15 بمركم. احنا قلنا يمكن على عجاله بنطلع قبله نطلع قبله نروح بالتاكسي. 5:30 متصل والله ما انطلع انا جايكم يا ود الحلال. قال انا جايين ما قال لكم بالطلاقه احنا معروف يعني يوصل الى مستوى لا شاب لا حين متزوج الا اخذكم. وفعلا وصل واخذنا ودانا اللي سوى لا في مطعم جديد اسمه باب الخير بيت الخير فاتح نروح نتعشى فيه. يا ود الحلال يا الله يا الله يا الله فتشنا نفسنا منه. قلنا عندنا شغل عندنا يعني من زود الكرم قلنا عندنا شغل وخلنا نرجع ويالله ويالله قبل ان نرجع. فيعني الامثله ما شاء الله يعني. الله يبارك فيكم. عندك اضافه بعد على هذا الموضوع يعني؟ لا والله بس اللي يعني عشان احنا نختم هذا المحور ابي اقول انه الشيء واضح انه ما هو مصطنع. واضح ان الشيء فطري. واضح ان الشيء يعني الابن احنا مثل ما يقول لما يطلع من بطن امه هذا ما يشرب حليب. هذا يشرب كرم. الله يحفظكم. يشرب كرم ويشرب ادب واخلاق وضيافه وترحيب بالضيف. حتى انا يمكن سولفت مع احد الشباب العراقيين يقول والله من المناطق الغير البصره يقول والله انا في بعض الاحيان لما ابي ارتاح ولما ابي احس اني طالع من ديرتي من المنطقه الفلانيه او المحافظه اللي انا عايش فيها ورايح لمحافظه ما ابي احس بالغربه اروح للبصره. الله. فيجي على طول في البصره ويقول لما اوصل البصره احس انا فعلا في محافظتي اللي انا طلعت منها. فاذا العراقي يقول كذا ما بالك للشخص اللي يجي من برا. فالله يديم عليكم هذه المحبه يا رب. الله يديم عليكم هذا الكرم. وان شاء الله يا رب ان زياراتنا القادمه تكون في انجازات اكبر للعراق ومن تطور الى تطور من ازدهار الى ازدهار ومن عمران الى عمران. وان شاء الله يا رب ان نشوفكم انتم بعد موجودين معنا في دول الخليج وكلنا تحت مظله واحده كلنا تحت تحت البيت الخليجي اللي يجمعنا دائما. طيب ما اعرف يمكن كم عندنا من الوقت زميل المخرج. طيب زين اخذتنا السوالف طبعا تسامرنا خلينا نقول في هذه الامور. والله حقيقه يعني كثير من القصص انا واحد من الناس يعني كثير من الروايات احداث قصص صارت وانا. لكن خلينا في البطوله كيف شفتوا البطوله اليوم؟ خلينا نبدي معك اخوي عبد الله. تنظيم البطوله يعني اللي كان ربما اكو بعض الاصوات حاولت انه تعكر او تقلل من شان العراق بتنظيم هذه البطوله. تعرف 43 سنة العراق لم ينظم أي بطولة دولية. بلش مع خليجي حاول يقاتل مع أنه ينال هذا الطموح وقديم للعراقيين والحمد لله. بعد هذه يعني 4 عقود من الزمن مرت أو أكثر ربما العراق كان يعول على إنجاح هذه البطولة. كيف رأيتم هذه البطولة تنظيم البطولة بالمجمل؟ هل العراق نجح بالافتتاحية وفي تنظيمها لحد هذه اللحظة؟ طيب أنا خليني أبدأ معك أخوي ناصر من آخر سؤال يعني هل العراق نجح في هذه البطولة أم لا؟ العراق نجح رغم كل شيء. نجح خلينا احنا نركز ان نجح رغم كل شيء رغم كل الصعوبات رغم كل الاشياء اللي مر بها العراق الا ان العراق نجح في استضافه بطوله الخليجي ونجح على اعلى المقاييس. احنا اذا بنتكلم اليوم مهنيا انت كاعلامي او انت اليوم كصحفي او انت اليوم كمراسل او انت اليوم كمذيع اذا فعلا الضمير المهني عندك ما راح تنقل فقط والله النقطه السلبيه الوحيده وراح تترك كل النقاط الإيجابية اللي في البطولة إذا أنت مهنياً قاعد تتكلم. صح صح ولا صح لا؟ فبالتالي
انا ما ابي اذكر التفاصيل البسيطه اللي صارت رغم اني انا عايشتها حقيقه اني انا عايشتها وبصعوبه وصلت للملعب يعني والاشياء والله بصعوبه والله بصعوبه لا تخلي انا خليك على حاجه ما ابي اخل انا لا دخلت لكن وصلت ادور مكان اتابع بيه المباراه ما حصلت فلكن والله رغم كل هذا يعني ما قدرت اني اروح والله اطلع في تقرير ولا اكتب كلام ولا اغرد تغريده ولا يعني اصرح في مكان انه لا والوضع سيء والوضع 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 بشكل كبير بعد ما شفت حفل الافتتاح والنجاح النجاح الباهر الفقرات اللي قدمت في حفل الافتتاح الاشياء الكثيره الشعب العراقي كل هذه الاشياء يعني انا اشوف من وجهه نظري الشخصيه اليوم انا من وجهه نظري الشخصيه ما اقدر بعد كل اللي قدموا لي أهل البصرة وأهل العراق وبعد كل اللي حصلته من حفاوة استقبال وبعد كل اللي حصلته من هذه الأشياء أني أروح أنا أتكلم عن نقطة سلبية وهي ما تحصل فقط في هذه البطولة كل البطولات تحصل بالفعل كل البطولات يعني تحصل ما مقصودة أصلا يعني طبعا طبعا يعني طبعا يعني يمكن في أشياء بسيطة تفاصيل إحنا ما نعرف عنها صح. كانت فوق طاقة الجهات المنظمة إحنا نعرف أن هذه تصير صح. بطولات عالمية أوروبية تصير أنت تتكلم عن حفل افتتاح أنت تتكلم عن بلد فيها أكثر من 5 مليون نسمة كل هذا في مدينة واحدة يعني. مدينة واحدة نعم. متعطش لكرة القدم دول الخليج يكون فيهم توصل إلى عدد سكان إحنا في السلطنة أنا شوف يعني. مليون ونص إحنا في السلطنة 5 مليون السلطنة كلها 5 مليون تتكلم عن في منطقة محددة محافظة واحدة وشعب متعطش لكرة القدم فيعني حتى ومحب بشكل كبير جدا فبالتالي لا العراق نجحت ونجحت بأعلى المقاييس هذه نقطة بسيطة جدا لا تذكر من بحر من الإنجازات صح أحسنت. ولا لا أحسن خلينا نشوف رأي أخوي محمد بالتنظيم أكيد لبحرين يعني لكم وجهة نظر في هذه أكيد الطرح. يعني ما زيد على كلام أخوي عبد الله يعني يعني حفل افتتاح كان مبهر جدا رغم اللي صار ورغم ما حدث لكن الشعب العراقي هو اللي كان كفيل بأن ينسي لنا كل ما صار صحيح. وفعلا ويعني الحفل قالوا أنه راح يكون مبهر وراح يكون أفضل حفل خليجي ما توقعنا للفقرات اللي قدمت واللي صارت توقعنا أنه بيصير هذا كله صحيح. فشي نجاح يعني يحسب للعراق ومثل ما قال عدنان درجال رئيس لا. الاتحاد العراقي لكرة القدم أن حفل الافتتاح راح يحمل مسؤوليه للبلد المنظم بالفعل. القادم انه يصر على نجاح بشكل لا لا ان يقدم حفل افضل من العراق صح يعني هذا افضل هذا احد الاعلاميين ربما تكلم في يوم ما قال مثل المزاد احنا نسميه اليوم يعني اجور خلينا نقول صحيح. اجور الافتتاح ممكن هالشكل نوصلها اذا كلفت كذا مليون ممكن الدوله الاخرى راح كثر مليونين يمكن بالضبط يعني بالضبط هذا بالمجمل يعني صحيح فعلا صحيح رفع صحيح الترند مالتها رفع صحيح قيمتها والشعب العراقي يعني متعطش لكرة القدم شغوف بكرة القدم بالفعل فاليوم تنظم بطولة بعد 40 سنة أكيد الكل يبغي يحضر الكل يبغي يشوف الافتتاح اللي جاي من شمال العراق صح من وسط العراق من كل المحافظات احنا قاعد نشوف في الفندق يعني السكن معانا من كل المحافظات جايين لحفل الافتتاح خصوصا صحيح يقول لك انا احضر الافتتاح وارجع فالشعب ايه فالشعب العراقي جدا جدا متعطش مثل هذه البطولات وفعلا يعني حفل الافتتاح مبهر وهنيكم على نجاح حفل الافتتاح وعلى هذا التنظيم الجميل والرائع طبعا هو موضوع الافتتاح ايضا يعني مو فقط هذا اكو مساله العدم دخول الكثير من الوفود العربيه وحتى العراقيين اللي حدث بالمجمل انه حتى السلطات اللي كانت او الجهات المنظمه لهذه البطوله حقيقه انبهرت باعداد الوافدين او اللي جاء بغض النظر عن بعض الاخفاقات في جهاز الباركود او ما شابه ذلك لكن بالشكل العام ما كانوا يتوقعون هذا الزخم الهائل وهذا الاقتتال اللي يريد يوصل لدى الجمهور البصري حتى يشارك أو يحضر افتتاح البطولة لذلك يعني أنا حقيقة من وجهة نظري كمهنية مثل ما أشار له السيد زميلي عبد الله يعني فعلا احنا نتكلم بهذا الشكل اللي حدث هو خارج أكثر من توقعات الحكومة وبالتالي يعني حدث ما حدث وإن شاء الله الحمد لله يعني المباريات اللي هي خلينا نتكلم بصورة عن طبيعة المباريات والمنتخبات كيف ترى أداء المنتخب العماني في هذه البطولة وكيف ممكن أنه يحقق نتائج أكثر
في مباريات القادمة سواء كانت أمام العراق أو غيرها. طيب إحنا إذا بنتكلم عن منتخبنا الوطني ومنتخب العماني يمكن تكلمت الصحف بشكل كبير جدا وأيضا حتى تصريح المدرب برانكو في المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة. دائما المباريات الافتتاحية يعني تخالف التوقعات، يعني مهما توقعت فيها راح تخالفك المباريات كالأرجنتين والسعودية وكثير من المباريات يعني اللي شفناها وشاهدناها في كأس العالم. لها حسابات مختلفة، لها حسابات معقدة، لها عوامل كثيرة جدا. المنتخب العراقي يعني داخل بكل قوته بكل حماسه على أرضه وما بين جماهيره، وأنا يمكن أنا يعني يعذرني اللي أعلن في الملعب وقال إن الحضور 65,000، أنا ما أعتقد إن الحضور كان 65,000 في الملعب، لا أكثر وأكثر بعد عن 65,000. الناس قامت توقف. أي طبعا، وكل كرسي عليه ثلاثة تقريبا واقفين، فبالتالي يعني عامل الأرض والجمهور كان له سبب كبير جدا لأداء المنتخب العراقي اللي شفناه، كان مبادر بشكل كبير جدا في المباراة الافتتاحية وكاد أن يسرق المباراة حقيقة من أمام منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني كان متحفظ نوعا ما. يمكن إحنا غياب صلاح اليحيائي كان له تأثير كبير جدا على مستوى منتخبنا الوطني، ولكن مجمل المنتخب الوطني حقيقة ما كان مقنع في المباراة الافتتاحية. متأملين كجمهور عماني كوسط رياضي عندنا في السلطنة أن المنتخب العماني في الأدوار القادمة إن شاء الله يظهر بصورة مخالفة ويعني يتخطى عقبة اليمن وبعد ذلك المنتخب السعودي ويصل إلى الأدوار القادمة. وحقيقة إحنا نطمح ونأمل من منتخبنا أن يصل إلى أبعد من ذلك. بشكل عام المجمل يمكن أغلب المنتخبات يعني لم تظهر بالصورة اللي تنتظرها الجماهير منها في كل في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. حتى الجماهير العراقية بأمانة كانت نوعا ما مستاءة من أداء المنتخب العراقي في المباراة الأولى، وهذا ما شاهدناه ما بعد المباراة بعد سؤالنا للجماهير العراقية. أنا حقيقة شخصيا المنتخب لحد الحين يعني نوعا ما بقول نوعا ما لكن قنعني بشكل كبير جدا، كنت أكلم محمد قبل أن أطلع على اللقاء أقول إن المنتخب البحريني من المنتخبات اللي حقيقة يعني قدم أداء ما نبي نقول وصل لأداء ممتاز، ولكن أقنع الجماهير، حقق ثلاث نقاط مهمة جدا من أمام منتخب كان متأمل من أن يقدم مستوى أكبر من هذا المستوى اللي طلع عنه في المباراة الافتتاحية منتخب الإماراتي. وإن شاء الله كل التوفيق للمنتخبات في المجموعة. طيب أنا راح أروح الفاصل قصير مرخصك أخوي محمد، إذا المشاهدين الكرام ابقوا معنا في هذا الفاصل، راجع لكم إن شاء الله بعده. مشاهدينا حياكم الله مرة أخرى في برنامج بانوراما خليجي 25 مع شاشة قناة سمراء الفضائية مع هذه البطولة الكبيرة. كلا معي في هذه الحلقة زميل محمد بحر الصحفي البحريني، وأيضا زميل عبد الله البلوشي من سلطنة عمان. حياكم الله. أبدأ معك محمد، يعني أخذنا الحديث مع عن المنتخب العماني، خلينا نسألك عن المنتخب البحريني أداء وتركيبة واستعدادا أيضا. المنتخب البحريني الحمد لله ظهر يعني بالشكل المطلوب منه والمتأمل منه، كان أكثر الفرق صناعة للأهداف في الدور أو في المباراة الأولى. أيضا الفوز أمام الإمارات كان هو الفوز الأول في المباريات الافتتاحية منذ عام 2009، فهذا أول فوز المنتخب البحريني في افتتاحية اللي هو المباريات في كأس الخليج. المدرب أحسن أو قرأ تكتيك المنتخب الإماراتي، اعتمد على خط النص على اللي هو المنتصف. قوة المنتخب البحريني في لاعبين من منتصف مثل كمال الأسود وعلي مدن وجاسم الشيخ ومهدي حميدان وما شابه، فاندفاعهم للأمام كانوا يشكلون خطورة كبيرة على خط الدفاع وحراسة المرمى الإماراتية، واستطاعوا المنتخب من كرتين يعني من خارج منطقة الجزاء تسجيلهم. أعتقد أن المنتخب البحريني في رتم تصاعدي بعد المباراة الثانية، متأملين إن شاء الله خير أن يكون أحسن وأحسن. أعتقد ظهر بشخصية البطل. تمام، احنا هذا اللي نتمنى يعني مستقبلا اكو هناك يعني طموح كبير فعلا عند المدرب عند الكادر الرياضي الموجود حتى يحقق نتيجة على الاقل، يعني ما نقول بس الكاس فقط، خطوة بخطوة يعني. تمام، خلص على الخطوة الأولى نروح للخطوة الثانية وما شابه والثالثة والرابعة ثم نفكر إن شاء الله. فما نروح إلى المباراة النهائية أو المباراة نصف النهائي، احنا نفكر في المباراة القادمة يوم
يوم الثلاثاء. فان شاء الله خير ان شاء الله. طيب خطوة يعني خطوة وصل. طيب هذا كلام سليم. بقيه الاداء لدى المنتخبات من وجهه نظر البحرين اكيد انت لازم تعد العده لخصمك، يعني هذا شيء اساسي حتى تنجح فريقك وتدرس الفرق الخصم او فريق الخصم بشكل جيد. ما مدى تركيز المنتخب البحريني او كاداره واتحادا وتدريبا للمنتخبات؟ تقييمكم انتم من نظركم كيف تشوفون المنتخبات الاخرى؟ المنتخبات يعني المستويات متقاربه بين المنتخبات الخليجيه، وهذا شيء هذا يعتمد على الخط الثاني انه من يعني كجيل واعد العفو اي واحد بالنسبه للمنتخب البحريني هو الخط الاول. لا هذا الخط الاول، الخط الاول شاكي تمام الاساسيين هذه صار لهم كم سنه مع المدرب سوزا فعارفين بعض. المنتخبات بشكل عام يعني المستويات متقاربه ومن الصعب ان التكهن ب هوية البطل. أعتقد الكل عند الفرص متساوية سواء المجموعة الأولى والله المجموعة الثانية. الكل أمام مباراة الثانية وعند الحضور. أنا أشوف فعلا الفريق البحريني عنده طموح قوي، ونفس الوقت هو أثبت جدارته حتى في كأس آسيا ما شابه ذلك. هذه البطولات البحرين دائما هو قوي ويثبت وجوده، على الرغم يعني لا تعتبر النتيجة الأخيرة أو مشاركته في حصوله على كأس هذه بحد ذاتها إنجاز، لأنه لا مو من المعقول أنه نقول المنتخب البرازيلي ضعيف إذا ما حصل على الكأس، بينما هو الأقوى. هناك كثير من وشفنا احنا تكلمنا على موضوع المنتخب السعودي حينما بالمباراة الأولى فاز على الأرجنتين أبهر العالم، بالتالي هو أيضا غادر، بينما الأرجنتين اللي خسرت المباراة الأولى حصلت على الكأس. فهذه فعلا يعني تعتبر الحظوظ، تعتبر كثير معايير ممكن تحقق، وايضا ما تدركها على هو ارض الواقع، الملعب هو الحكم. صحيح. الملعب هو الحكم في نفس الوقت. صحيح. طيب هذه الجديه وهذه روح القويه الموجوده عند المنتخب البحريني، هل تاثر بالاجواء اللي موجوده عنده في هذه المباراه في العراق خلينا نقول؟ ابد بالعكس، يعني لعيبه المنتخب البحريني متعودين كجو يعني بروده، انت تكلمت عن الجو بارد حتى الجو البر، متعودين يعني لعيبتنا على المشاركات الخارجيه سواء مع انديتهم او مع المنتخب في المعسكرات، فاكيد الجهاز الفني والاداري هيئ لهم افضل السبل ومن معسكرات مسبقه سواء مع انديتهم كان معسكر داخلي في البحرين. البحرين لعبت غرب اسيا في 2019 في العراق، لعبت في اربيل ولعبت النهائي في كربلاء امام العراق في استاد كربلاء، حصلت البطوله 2019. اي نعم. فالعراق فالخير على البحرين ان شاء الله. يعني اولى البطولات كانت للعراق. اي صح. واليوم رجعنا للعراق وان شاء الله ان شاء الله يا رب. خلينا نشوف اخوي، خلي نفس السؤال انه اريد اسالك، هل انطباعات الجو وبروده الطقس ربما اثرت على نفسيه اللاعبين في الاداء، لو ان هذا الامر ممكن تحتوي الاداره؟ لا ما اعتقد، يعني كان لها تاثير كبير جدا، لانه مثل ما ذكر اخوي محمد ان اللاعبين كانت لهم تجارب سابقه في مثل كذا انواع مناخيه، يمكن حتى احنا منتخبنا الوطني في التصفيات يعني تمكن انه يتغلب على المنتخب الياباني في اليابان، والجو كان ماطر والجو كان برد بارد يعني بشكل كبير جدا، فبالتالي ما اعتقد الجو كان له تاثير كبير يعني عامل كبير انه يؤثر على اداء المنتخبات. انا اللي يمكن النقطه الاخيره انه اعتقد ان الاوراق لم تكشف حتى الان، غير واضحه حتى الان فعلا المباريات في بدايتها. انا اعتقد المنتخبات في المباريات القادمه راح تظهر بشكل مخالف، وراح يعني تبان بشكل اكبر بعض الاوراق ستكشف بشكل اكثر في من على المنتخبات اللي ما ظهرت في الدور الاول حقيقه من دور المجموعات. ان شاء الله يا رب، انا اتمنى لكم كل التوفيق طبعا. شاكر لكم جدا حضوركم معنا، شاكر لوجودكم ايضا تواجدكم في ما بيننا في بلدكم العراق، وشاكر ايضا لحضوركم في هذه الحلقه اللي كانت ممتعه حقيقه. انا سعيد جدا، يعني ممكن انه اوصف او اعيد الكلام خلص يعني انتهى. في كلمه اخيره خلي مدام المايك عندك، شنو انطباعك الاخير حول هذه المباريات، او خلينا نقول انطباعك للعراق وكذا؟ والله انطباعي يعني مثل ما قلت في بدايه الحلقه، انا سعيد جدا بتواجدي معي هنا، وهذا راح اظل ذكرى خالد يعني واحده من التجارب الجميله اللي عشتها في حياتي حتى اذا في المشوار المهني الاعلامي ستبقى خالده في الذاكره، وحتى عندما نرحل يعني ان شاء الله ما تكون هي الرحله الاخيره لنا باذن الله تعالى، سنذكر كل التفاصيل، سنذكر يعني شط العرب، سنذكر البصره، حفاوه الاستقبال، العبارات اللي راح تظل راسخه اللي هي اللي هي عين غطاء كل الهلا بيكم وتروح ويانا للبيت تجون ايش ما تريدون نعطيكم. اعطيني رد على هاي العبارات بالعواني،
انا احب اشوف اكو فرق باللهجه يعني ابحث عن اللهجات شنو اللهجه العمانيه المختلفه يعني احنا اذا بنقول يعني تروحون ويانا للبيت هي نفسها ترى ما في بشكل كبير بس تروح معنا للبيت اي تروح معنا للبيت تروح ويانا للبيت انت تقول احنا نقول تروح معنا للبيت تروح معنا للبيت للبيت نفسه ما في اختلاف كبير جدا بس انتم اللي تميزتوا فيها عين غطا وعين فراش حتى هذه شفتها في كل مكان في اجواء البصره هذه هي عين غطا وعين فراش هي فعلا للبصراويه يعني حتى تسجل يعني انا اريد منك رد لكل العراقيين بس بالعماني اي كلام بالعماني خلي اسمع العراقيين كيف ممكن لو انا اعتبرني انا عراقي في عمان ممكن ترد علي او تتكلم معي بلهجتكم والله شوف انت اذا وصلت عندنا البلاد وجيت عندنا في عمان حياك الله ويا مرحبا بك الدار دارك وين ما تروح وين ما تجي مكان مكانك واهلا وسهلا فيك يعني احنا شوف خليني اقول لك على حاجه يعني مهمه احنا يمكن عندنا في عمان ما شاء الله مناطق كبيره جدا فكل منطقه تختلف عن منطقه ثانيه حتى عندنا لهجات كثيره جدا احنا الشماليين نختلف عن الجنوبيين في اللهجات اللي في العاصمه هم بعد تختلف لهجاتهم اذا جيت عندنا الشماليين اقول لك حياك الله البيت بيتك يا مرحبا بك تجي معنا البيت تتقهوى تاخذ لك فنيان قهوة ولا تاخذ لك تتعشى ويانا تتغدى ويانا ما تروح الا متقهوي معانا ومن باب الكرم اللي احنا تعودنا عليه العرب ما عليك فانا سعيد جدا بهذه التجربه الله والله يديم الامن والامان العراق والله يديم الانجازات للجميع للجميع شكرا شكرا اخوي ناصر على شكرا لك خلينا نعطي الميكروفون لاخوي ايضا رد بالبحريني خلينا نعرف وانطباعك اي حياكم الله في بلادنا اي ارقب البحريني قوي ها اي اللي احنا نشوفه بالتلفزيون ها اي حياكم الله في ديرتنا البحرين الله يحييكم بلادكم والبيوت مفتوحه لكم ان شاء بيت الله بيت ودار دار مفتوح لكم ان شاء الله فاحنا وسهلا فيكم في الله يبارك فيكم جزاكم الله خير اتمنى لكم التوفيق واتمنى للمنتخب كل المنتخبات الخليجيه اظن كل التوفيق واتمنى لكم اقامه سعيده بين اهلكم واحبابكم واهلكم يعني ما نقول اكثر من هذا الكلام حياكم الله مره ثانيه شكرا جزيلا للمشاهدين الكرام وصلنا الى ختام حلقه هذا اليوم من بانوراما خليجي 25 شكرا جزيلا لضيفين العزيزين كلا من الاخ محمد بحر الصحفي البحريني شكرا لك ايضا للزميل والاخ عبد الله البلوشي من سلطنه عمان اعلامي من سلطنه عمان شكرا جزيلا لك اتمنى لكم التوفيق مره اخرى مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم من بانوراما خليجي 25 انا ناصر الهاجري كنت معكم في التقديم والاعداد اشوفكم على خير